and ماهر are planning to visit the museum. بيخططوا ان هم يزوروا ايه المتحف. Would you like to visit the museum tomorrow? قال له good idea. تمام سأله سؤال الاجابه بتاعته it opens at 9 shall we go by metro. طيب انا هعمل السؤال على ايه؟ على الجزء ده اهو. اوكي طيب الجمله احدد فيها الفعل. الفعل عندي فين؟ opens مضاف الى ايه؟ اس. يبقى انا كده هسال بمين؟ does. ها does. انا الاول هسال باداه استفهام اللي هي بتسال عن الوقت وبعديها هجيب مين؟ does. بصوا حطوا كده المعطيات بتاعتنا opens يبقى انا does وديت when او what time. دي المعطيات اللي احنا ايه فهمناها من الجمله دي what time. يبقى الاول هحط اداه الاستفهام اللي هي when وبعدين اجيب الفعل المساعد اللي انا استخرجته من مين؟ من الفعل عشان الفعل مضاف اليه است بقى does يبقى I will does it الفاعل وبعدين المصدر open. يبقى انا جبت السؤال بكل سهوله. في اي مشكله دلوقتي؟ when does it open؟ طب هو بيفتح امتى؟ قال له it opens at 9. يبقى انا الجمله اللي عندي اجيب منها المعطيات ازاي؟ اعمل شرطة تحت الايه؟ تحت الفعل. الفعل فيه اس يبقى ايه؟ does. طب لو الفعل من غير اس يبقى do. طب لو الفعل ماضي يبقى did. يبقى انا جبت الفعل المساعد بعد كده اجيب اداه الاستفهام وبعدين الفاعل وبعدين الفعل في الايه؟ في المصدر. طيب shall we go by metro؟ طيب هو بيقترح عليه اقتراح وهو عايز يجاوب هيقول له ايه؟ هو هنا وافق عشان بيساله ايه المترو هو بيمشي امتى وكذا. فهو انا عايزه هنا رد بالموافقه هيقول له فكرة جميلة أو إحنا عايزين نغير جود أيديا. ها عايزة رد بالموافقة على حاجة. عندي جريت أيديا، جود أيديا، شور، سيرتنلي، كورس، أي بقى حاجة بالموافقة. شال وي جو باي مترو؟ جريت، جريت أيديا. خليها بقى كابيتال، جريت أيديا. أو أنا موافق يعني إيه؟ I agree. I agree. طيب انا عندي هنا عايزه سؤال والاجابه عليه the first metro train leaves at. يلا بقى المعطيات اللي عندي واعملوا لي السؤال. عندي leaves وعندي وقت. نفس الخطوات اللي احنا مشينا عليها. الوقت يبقى ايه؟ when او what time. وleaves هتبقى ايه؟ does. يلا تعالوا بقى كده. when does. الفاعل عندي the first metro train دي كلها فاعل. أول قطار. يبقى when does the first مترو ترين أجيب المصدر من الفعل اللي هو إيه؟ leave. أشيل الإس بقى. يبقى when does the first مترو ترين leave صح؟ يعني مفيش أسهل من كده. مفيش أسهل من كده. How long does it take to get to the station؟ طيب نوصل المحطة في قد إيه؟ عايزة أقول تستغرق ساعة. ها هقولها ازاي؟ بصوا هنا بقى عكس اللي احنا عملناه فوق. انا هنا جايب لي السؤال وعايزه الاجابه. لاحظتوا انتوا هنا في الاجابه كان الفعل مضاف الى ايه؟ اس. انا برضو هنا انا عندي ضرز يبقى هنزل الفعل في ايه؟ اس. يبقى تيك هينزل لي تحت بايه؟ تيكس. يبقى ات تيكس. فهمنا؟ عشان لو جات لي معكوسه يبقى ات تيكس مثلا 1 اور عشان قال له هنا هي بعيده 1 اور. سوف تستغرق ساعة. Oh, is the station far from the museum؟ هما بعاد عن بعض؟ Yes, it is. Yes, it is. خدوا بالكم من الجزئية دي، أنا قلت لما يبقى عندي الإجابة الفعل المضاف إليه إس بجيب does. طب لو أنا عندي السؤال وعايزة أنزل الفعل، يبقى هنزل الفعل بإيه؟ بإس على طول. يعني لو جالي سؤال وعايز إجابة أنزل الفعل بإس، طب لو جات لي إجابة وعايزة سؤال أطلع الفعل فوق بإيه؟ بدز. فهمناها؟ خدوا بالكم من النقطة دي كويس قوي لأن بتيجي في كل المحادثات، لازم هيجي لي سؤال عليه،